ينبغي أن نحد من تضيع أوقاتنا يا أحباب، الله يرضى عليكم. ولذلك تلقى أنك أنت معك قريب من الأقران، أنتم في عمر واحد، هذا بزك وانتهى، قرأ القرآن وحفظ المتون وانتهى، وانت جالس ما زلت لم تبدأ الطريق بعد. لو بدأت الطريق ما في مانع، أن تحبو وتصل خير من أن لا تصل، ما في مانع ترى. أنك أنت بعض الناس يكون جالس 20 سنة يصل، ويكون زميله في 5 سنوات وصل، هذه ملكات بيننا. أهم شيء أنك أنت تكون إيش؟ الطريق. ومن سار على الدرب وصل. أهم شيء أنك أنت يا بني اركب معنا، اركب معهم في السفينة، اركب في هذه السفينة، ولا مانع أنك أنت تستدرك ليش الذي مضى. حكي بن حزام أسلم وتأخر إسلامه إلى فتح مكة، والنبي قال له مثلك اتأخر. كان هو النبي أقران عليه الصلاة والسلام في التجارة. حكيم بن حزام بن خويلد، من عمته خديجة، اشترى زيد بن حارثة وأهداه لمين؟ لخديجة. خديجة أهدته لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يروي حديث المتفق عليه البيعان بالخيار، كان تاجرا عجيب هذا. فكان ليستدرك ما فات كل حج يعتق 100 رقبة وألف بدنة وألف شاتن، يطلعها يقول عشان أستدرك إيش الذي مر مني، اللي ضح مني في عمر اللي فات، هذا أنا، هدول سبقوني، هذا إحنا بدأنا سوا، بدأنا في العلم سوا، أنت كست رجعت تأخرت هو مضى، ما في مانع أنك أنت ترجع وتستدرك. أمس هذه الجنازة التي كانت في الجفال ودفنت في أمنا حواء، هذا رجل كان حمامة المسجد، مات جاره ورفيقه أمس، أول أمس هو مات أمس. فلذلك الجدال والمراء ما في داعي منه، الله يجزاه خير. أجادلك وتجادلني، والحق إيش؟ الحق واضح أبلج يا أخي، والباطل لجلج. بعدين أنا وأنت تحت حفرة في التراب، ليس دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، وإن بنها بخير طاب مسكنها، وإن بنها بشر خاب بنيها. ما يحتاج للجدال ما لا داعي، والمراء الذي لا طائل من ورائه يا أخي المبارك. لا بد أن نحن أحسن الله إليكم نستدرك ما بقي من أعمارنا، ونستدرك ما بقي دقات قلب المرء قائلة إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لذكرك بعد الموت، فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرا، فالذكر للإنسان عمر ثاني. كم نحن نقرأ من كتب العلماء الذين مضوا وقضوا قبل 600 سنة 700 سنة، وهذا هو العلم الذي ورثوه وخلفوه، ونكثر عليهم من الترحم ونكثر عليهم من الذكر. هذا أليس حسنات تجري كما من حديث أنس عند الطبراني وغيره، 7 يجري للمؤمن أجرها بعد موته، قال وعلما ورثه.